وزارة الشباب الآن في أرض مغتصبة، حتى صلاتكم مجوز فيها. مو؟ لا صلاة ذولاك مجوز. أنتم هسه قاعدين بمكان مو مالتكم. أنا مع قناة الرابعة ذكر صار هم حديث انتشر هذا التوضيح. نعم. فلا تحب أعيده التوضيح من جديد. هو شنو اللي صار؟ أن هذه الأرض هي لوزارة رعاية الرياضة. اسمها وزارة رعاية الرياضة. بعدين بالنهاية الثمانينات انتقلت أملاكها علما إلى اللجنة الأولمبية. طيب. كلها. بما فيها أرض الوزارة. يعني شكوا الأملاك العائلة. بس حتى الناس تعرف حدودها اللي هي من الترافيك مع الملعب الشعب و إلى شارع فلسطين. إلى شارع فلسطين. وبخلفها إلى وزارة الدفاع. وزارة الداخلية. عفوا النفط. آسف. نعم. هي من هاي الجهة من جهة شارع فلسطين. نعم. آسف. وزارة النفط ومن هناك بالضلع ذاك الثاني اللي هي وزارة الداخل. نعم. فاسمها صارت اللجنة الأولمبية هاي كي. الأرض. الالتباس اللي صار وين؟ أنه مو اللجنة الأولمبية تعتبر من كنات المحلة. صح. بالألفين وثلاثة اعتبرت. صح. أكو قانون قال يا بالأملاك كيانات المنحلة وين تروح لوزارة المالية. زين. بس هو أكو قبل قانون تشرع أيام سلطة الائتلاف. وقع اياد علاوي. اللي هو الأمر ستة. الأمر التشريعي رقم ستة. إيش قال؟ قال المادة الأولى قال الأملاك التي كانت ملكا لوزارة الرياضة والشباب الملغات تعود ملكيتها تقول المادة الأولى إلى وزارة المالية. هاي المادة الأولى. جيد. المادة الثانية تخصص هذه الأملاك الواردة في مادة واحد إلى وزارة الشباب والرياضة. هسه هذا أخو تمام. تمام. هذا أمر موقع رئيس الوزراء أيام سلطة الائتلاف. اللي عنده سلطة تشريعية وتنفيذية. سلطة تشريعية. إذن هذا قانون يتعدل بمن؟ بقانون. بقانون. انتهت الأمور هذا بال 2004. زين. إجت 2005. إيش قالت؟ قالت اسمه قانون إدارة أموال الكيانات المنحلة. قالت كل أملاك الكيانات المنحلة تصير إلى وزارة المالية تفعل بها كما تشاء. نقل، بيع، استثمار. فهذا نسخ ذاك؟ لا ما نسخ ذاك. هم هنا الفكرة أنه نسخ ذاك. لا تشوف. مو أنت الآن هذه القطعة إيش كان اسمها؟ كان اسمها كيانات منحلة. أي. بال 2004 بعد ما صار اسمها كيانات منحلة. عادة إلى صار اسمها مالية مخصص وزارة الشباب. زين. هذا 2004. أي. من يجي 2005 بعد ما يصير ينضرب هذا ما اسمها كيانات منحلة. إيه ما يخالف بس مو هو أنت ما زالت تابعة لوزارة المالية. يعني لا حتى لا وأنت بيها. لا لا هو إيش ده يتحدث؟ ده يتحدث أموال الكيانات المنحلة. أي. لجنة الأولمبية بعد ما يصير تدخل بهذا القانون. ليش؟ لأن انحلت بال 2004 انحلت مشكلة. اللجنة الأولمبية صحيح عنوانها بعد انتفى هذا الالتباس اللي صار وهي قضية إدارية إن شاء الله إحنا مع دولة رئيس الوزراء إيه بس شلون القضاء حكم لهم لا القضاء لأنه الوزارة طلبت بالملك يعني واحدة من المشاكل أنت مخصصة إليك إيه فأنت تريد تمليك طبعا هو بالتمليك هو ما عنده مادة قانونية هم قبل لا أجي أنا شلون ما عنده مادة قانونية ماكو ما يعني هسه وضع الوزاره كانما مستولي على الامر قانونا حسب لا لا حسب لا القرار مخصصة لا عزيزي شنو حسب القضيه اللي كاسبيها الجماعه لا 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 ده يتحدث عن ملكيه ما ده يتحدث احنا ده نتحدث عن تخصيص احنا ما ده نتحدث عن ملكيه الملكيه لازم تتعدل يعني ماده قانونيه تقول ملك لوزاره الماليه فالتمليك يتم من خلال مجلس وزراء غير او شنو لا اذا ماده قانونيه بعد لازم يتصوت عليه مجلس النواب وهاي تبقى القضيه هاي خلاص تبقى انه ملك وزاره الماليه مخصصه وزاره والطرف من تقول مخصص بعد ماكو اي احد من حقه يلغي هذا التخصيص لان التخصيص قانوني والطرف اللي ماخذها استثمار شلون لا هسه قلت لك هو الموضوع اداري وليس قانوني وليس قضائي اداري قضيه اداريه يعني ما جاء تبليغ بالازاء لا 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 حديث مع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى دولة فاق زيدا حدثت وياه قال هاي قضية إدارية حلوة إدارية إحنا ما عندنا مشكلة طيب